مرحبا بكم متابعي ومتابعات مدونة فول فلايف. في الدرس الجديد من سلسلة دروس تصميم المواقع بلغتي ال HTML و CSS، وفي درس اليوم سنرى طريقة إنشاء الجداول باستعمال ال HTML. فأول شيء سنقوم به هو إضافة عنوان الصفحة لنكتب الجداول، ثم سننزل هنا ل Body لإنشاء جدول جديد. فأي جدول يبدأ بالوسم التالي أو العنصر التالي table، ثم ينتهي بنفس الوسم مع إضافة slash table. هذا هو كل العناصر التي سنقوم بإضافتها هنا، هي العناصر المكونة للجدول. فأول شيء هو إضافة سطر، ويبدأ ب tr ثم ينتهي ب tr. هذا هو السطر الخاص بالجدول. لنقوم الآن بإضافة الخانات. الخانة الأولى تي دي ثم تي دي، لنكتب شيئا هنا مثلا واحد، ثم نحفظ. فبفتحنا لهذا كما تشاهدون يظهر الرقم واحد هنا. فدعونا نضيف خط محيط بالجدول حتى يظهر لنا الجدول. فبطبيعة الحال لاحقا في CSS سنرى كيفية التحكم في الجداول في الطول والعرض والألوان، حجم الخط إلى غير ذلك. سنكتب border ثم نكتب واحد pixels، يعني الخط بحجم واحد pixels، ثم نحفظ. كما تشاهدون أصبح خطنا محيط بالجدول. لنقوم بإضافة خانة ثانية هنا تي دي مرة أخرى. نقوم بإضافة عنصر الإغلاق تي دي، نكتب 2 مثلا حفظ. نقوم بالتحديث. كما تشاهدون تمت إضافة الخانة الثانية للسطر الأول. لإنشاء سطر آخر يمكن ننزل هنا ثم نكتب تي آر مرة أخرى، واسم الإغلاق مع سلاش تي آر، ثم الخانة الأولى تي دي، الخانة الثانية وصل الإغلاق، الخانة الثانية من السطر الثاني بطبيعة الحال. ثم لدينا هنا مثلا 3 4. لنقوم بتحديث الصفحة. كما تشاهدون تمت إضافة الخانة الأولى، الخانة الثانية، الخانة الثالثة، الخانة الرابعة. فهذه هي الطريقة التي يتم إنشاء الجداول في لغة ال HTML. يمكنكم إضافة عنوان أفقي للجدول، وسنكتبه هنا مثلا هنا سطر آخر تي آر، سنضع به عناوين تي آر أو تي آر، ثم نكتب تي اتش تي اتش. سأقوم بزلي السطر لكي يظهر، ثم تي اتش مرة أخرى، تي اتش خانة واحد، ثم الخانة 2. لنقوم بحفظ التغييرات. كما تشاهدون تمت إضافة عنوان للخانة الأولى ثم عنوان للخانة الثانية. هناك خيارات أخرى بالنسبة للجداول يمكنكم التعرف عليها في الرابط أسفل الفيديو. فأتمنى أن يكون الدرس واضح. إلى الدرس القادم، والذي نتعرف فيه على فورمز أو الاستمارات.